الرئيس السيسي يثمن التعاون مع شركة لورسن الألمانية لصناعة السفن والفرقاطات والمدمرات. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ القطار الكهربائي السريع لربط العين السخنة بالعالمين الجديدة. ووزيرة الصحة تلقي كلمة مصر باجتماع الاتحاد الإفريقي لمناقشة توفير لقاح فيروس كورونا للدول الأعضاء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات بيتر لورسن، وثمن الرئيس السيسي التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية، وذلك لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كيلومترا على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العالمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة. ألقت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر باجتماع أعضاء هيئة قمة مكتب الاتحاد الإفريقي، وذلك لمناقشة استراتيجية توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للدول الأعضاء. وأعربت الوزيرة عن رغبة مصر في الانضمام إلى فريق العمل الإفريقي للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد وتسريع المشاركة الإفريقية في التطوير الإكلينيكي للقاح وتذليل كافة التحديات الخاصة بالتمويل اللازم لتوفير اللقاحات للفئات المستحقة. صوت الكونغرس الأمريكي بالموافقة على عزل الرئيس ترامب بتهمة التحريض على التمرد مع دعم عشرة من الجمهوريين للقرار، وبذلك يعتبر ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله مرتين.